مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الشارع الدبلوماسي في يوم آخر من تغطياتنا لفعاليات الدورة 76 للجمعية العامة، ويسعدنا أن تقتصر حلقة اليوم على لقاء حصري مع الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية العراق. دكتور فؤاد حسين وزير خارجية العراقي، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. أهلا بكم وشكرا للاستضافة. أود أن أبدأ باجتماع الرئيس جو بايدن مع فخامة الرئيس العراقي برهم صالح بالأمس لمناقشة دعم التعاون الثنائي بين البلدين، وأعلن خلاله جو بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار العراق. ماذا يعني لكم هذا الالتزام على أرض الواقع؟ طبعا الالتزام الولايات المتحدة لدعم الاستقرار هو التزام مستمر في الواقع، يعني الرئيس بايدن يعيد ما قيل سابقا، والولايات المتحدة وكثير من الدول الأخرى يؤكدون على التزام الاستقرار، على الالتزام باستقرار العراق، لأن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة في الواقع. حينما هاجم عصابات داعش الإرهابية العراق وسيطروا على ثلث الأراضي العراقية، لم يكن فقط تهديدا للمجتمع العراقي وللعراق فقط، بل كان تهديدا للمنطقة والسلم في العالم. فرأينا أن عصابات داعش حينما كانوا في العراق يقومون أيضا بالإرهاب، عمليات إرهابية في مناطق أخرى. إذن استقرار العراق جزء من استقرار المنطقة واستقرار العالم، لهذا هذا الدعم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب دول عديدة أخرى. وقمة بغداد كانت تؤكد على استقرار العراق، والولايات المتحدة كان أيضا متمثلا في قمة بغداد ودعم الاستقرار في العراق. أصدرتم البارحة بيانا في عقاب اجتماع الدول التي شاركت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وهذا الاجتماع البارحة في مقر البعثة العراقية للأمم المتحدة ضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وضم فرنسا والسعودية والإمارات إلى جانب الأردن وأيضا تركيا وإيران. صحيح. هذا البيان ركز على دعم العراق وتنسيق التعامل مع التحديات المشتركة والإقليمية، وتحدث أيضا عن اتفاق المشاركين على حسن الجوار بين دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. صحيح. واحترام السيادة. إيران وتركيا شاركتا في المؤتمر كما قلنا، وفي اجتماع بغداد هاتان الجارتان أين هم الآن من عدم التدخل واحترام السيادة وقواتهم داخل الأراضي العراقية تقصف وتقتل العراقيين في شمال العراق؟ جزء من المشاكل الموجودة في العراق والصراعات الموجودة من العراق هي نتيجة التدخلات الخارجية في الساحة العراقية المستمرة. صحيح. ولكن خطوة بغداد أو منصة بغداد هي منصة ستكون مستمرة، منصة ستكون مستمرة لدعم استقلالية العراق ولدعم سيادة العراق ولدعم هذه المبادئ اللي وعدم التدخل. ذكرت. نعم، هذه المبادئ ذكرت الآن، تذكر المبادئ والالتزام بالمبادئ، يجب أن نذهب خطوة خطوة إلى تطبيق هذه المبادئ بالنسبة للعراق، لأن الجميع أكدوا في اجتماع وزراء خارجية قمة بغداد بالأمس أن سيادة العراق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية مسألة مهمة تخص المنطقة جميعها. إذن التأكيد على المبدأ يجب أن يتحول إلى فعل وتطبيق، وهذه الخطوات نحن عن طريق الحوار نرى حلا لها. انتخابات العراقية بحلول نهاية هذا الشهر، الأمانة العامة فهمنا منهم سيكون هناك تقريبا 800 مراقب أممي في العراق، بالإضافة إلى نحو 80 من الاتحاد الأوروبي، وعندكم طبعا من الحكومة مراقبين أيضا متواجدين على الأرض لضمان نزاهة وشفافية وأمن هذه الانتخابات. الأمم المتحدة تقول أن هذا أكبر كم من المراقبين في تاريخ العالم. صحيح. يعني فهنيئا لكم، ونرجو أن ينجحوا صراحة في تأمين مصداقية وبالتعاون طبعا مع السلطات العراقية.
للتحكم في عمليات التزوير، شراء الأصوات، ترعيب الناخب العراقي مع توفير الأمن لهؤلاء الناخبين. هل تعتقد أنهم سينجحون في مهامهم بهذه الأعداد؟ أولا، هذا الدعم الأممي للعراق وبالتالي المسيرة الانتخابية في العراق دعمهم. نحن أرسلنا رسالة إلى مجلس الأمن وطلبنا من مجلس الأمن دعم العراق في المسيرة الانتخابية، وكان هناك قرار لمجلس الأمن بالإجماع جميع أعضاء دول مجلس الأمن بالإجماع اتخذوا هذا القرار، وهذه نتيجة اللوبي والعمل المستمر لوزارة الخارجية مع الدول أعضاء مجلس الأمن. هذا واحد. ثانيا، إرسال المراقبين إلى العراق بهذه الكمية وبهذا العدد، هذا شيء مهم. هذا يعني ما يعني أن المجتمع الدولي مستعد لدعم العراق ليس فقط في المسيرة الانتخابية، ولكن أيضا هناك دعم مستمر للمسيرة الديمقراطية في العراق. والاتحاد الأوروبي اتخذ نفس القرار، ومنظمات أخرى ودول أخرى أيضا سوف ترسل مراقبين إلى العراق لمراقبة الانتخابات. كل هذا لإعادة الثقة بين المواطن العراقي والمسيرة السياسية، كل هذا لإعادة الثقة بين المواطن العراقي والبرلمان المستقبل العراق، وبالنتيجة إعادة ثقة بين المواطن العراقي والحكومة العراقية القادمة والتي تنبع نتيجة أصوات المواطنين العراقيين. مواقع على منصات التواصل الاجتماعي تنشر أخبار كاذبة ووثائق مسربة تابعة لعدة أطراف هنا وهناك، وينفق عليها المال الكبير في الحقيقة والجهد للتأثير على حملات الآخرين. هل سيكون لمثل هذه المواقع أثرا كبيرا على نتائج الانتخابات؟ أنا معك، هناك مواقع عديدة تنشر أخبار الكاذبة وتحاول تخلق مشاكل الوضع السياسي العراقي. ولكن أعتقد بوجود المراقبة الدولية، وأيضا تحدثنا في هذا المجال مع أجانب الأمومي بالقيام بحملة إعلامية واضحة وللتوضيح ودعم الإعلام لتوضيح القضايا التي تتعلق بالانتخابات، مسيرة الانتخابية، كيفية التصويت، كيفية المشاركة، كل هذه المسائل أيضا سوف تكون هناك إعلام واضح تنقل الواقع الحقيقي على الأرض إلى المواطن. إذن هناك منصات تنقل الأكاذيب، ولكن هناك أيضا إعلام واضح تنقل تعبر عن الواقع الحقيقي للانتخابات. ماذا تقول وكيف تجادل الكثير من العراقيين الذين يقولون أنه سيكون لإيران نفوذ أكبر بعد انتهاء هذه الانتخابات وظهور نتائجها؟ هل توافقهم هذا الرأي؟ سوف يكون للعراقيين نفوذ أكبر. هناك دول مختلفة تحاول التأثير في الانتخابات العراقية، ولكن بالنتيجة القول الأخير للأحزاب العراقية والقيادات السياسية العراقية وللمواطن العراقي. المواطن العراقي سوف يحدد تأثير الآخرين. فإذا لنترك المسألة للمواطن العراقي حتى يحدد المسار. وزارة المياه العراقية أعلنت بالأمس أن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه، وأن لدى هذه الوزارة الآن ربما نية لتدويل هذا الملف. وهل أنتم مستعدون بالذهاب إلى لاهاي ومحكمة العدل الدولية للبت في مثل هذا الموضوع إذا لم تلتزم إيران؟ لدينا علاقات جيدة مع جارة إيران، ولدينا اجتماعات مستمرة مع جارة إيران. أنا أرى أن الخطوة الأولى يجب طرح هذه المسألة مع جانب الإيراني. هل طرحتموها؟ في اجتماعنا الأخير في طهران، وحينما كان السيد رئيس الوزراء يترأس الوفد العراقي، وفي اجتماعنا مع الجانب الإيراني تم الإشارة إلى هذه المسألة، وأنا طرحت هذه المسألة في الواقع في الاجتماع. أنا أعتقد أنه من المهم عدم السكوت عن هذه القضية، ولكن السبيل للوصول إلى النتيجة أن تطرح مع الجانب الإيراني. يعني يجب أن نبدأ بحوار واضح مع الجانب الإيراني، لأن تغيير مجرى
الأنهر مسألة خطرة وتؤثر على حياة الملايين من 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 العراقيين. فهذه المسألة مسألة حساسة. إذن الطريق الصحيح لحل هذه المسألة هو البدء بالحوار مع الجانب الإيراني. هل انتهت مشكلة استيراد الطاقة الكهربائية من إيران؟ ليست هناك مشكلة بصورة واسعة، ولكن هناك مشكلة أنه الدفع مستحقات الجانب الإيراني، كيفية الدفع المال، كيفية الدفع. فنحن نستورد من إيران حوالي 1200 ميجاوات كهرباء، بالإضافة إلى تزويد إيران لثلاث محطات رئيسية للكهرباء بالغاز الإيراني. والعراق في مرحلة معينة تأخر عن الدفع ودفع، ولكن الآن نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران وضعت بعض القيود على المصارف بصورة عامة في الدول بالتعامل مع إيران، ومن هذه القيود أيضا والمصارفنا المصارف العراقية أيضا تخضع للقيود المفروضة من الجانب الأمريكي على المصارف. بالنقاش والحوار مع الجانب الأمريكي استطعنا أن نطرح حلولا، والجانب الأمريكي أيضا جاء بحلول. فيتم الآن تحويل المبالغ الإيرانية إلى حساب في سويسرا، ومن خلال هذا الحساب يتم شراء المواد الغذائية أو الأدوية للجانب الإيراني من قبل الشركات الموجودة سواء في العراق أو في إيران، يعني الشركات الموجودة في الساحة العراقية الإيرانية، الشركات الإيرانية، وتنقل إلى إيران. هذه هي الحلول الآنية، لكن حلول مستقبلية تختلف طبعا، لأن نحن نشتري الطاقة من إيران ويجب أن ندفع مقابل الشراء بدلا من توليدها في العراق. صحيح. المحادثات السعودية الإيرانية لم نسمع شيئا منذ أن تأجلت، هل استؤنفت وإلى أين ذاهبة؟ المحادثات السعودية الإيرانية مستمرة في الواقع، حسب علمي الجلسة الرابعة نسميها. نعم. كان في 21 من هذا الشهر، يعني بالأمس. نعم. في بغداد. نعم. ولكن لست مطلعا على النتائج لحد الآن. وهل هناك جلسات قادمة؟ أعتقد، لأن جلسات يجب أن تستمر، جلسات بمستويات مختلفة الآن، لحد الآن بمستويات لها علاقة بالأجهزة الأمنية، لكن من نتيجة أعتقد الجلسات القادمة يجب أن يكون بمستوى السياسيين ووزارة الخارجية والوزارات الأخرى. لا طبعا، هذه المسألة أنا حينما أتحدث عن هذا قرار الدولتين وليس قرار، يعني هذا رأيي برعاية عراقية أو باستضافة. صحيح. نعم. استضافة عراقية، لكن بالنتيجة القرار مع الجانب السعودي ومع الجانب الإيراني. تهديد داعش للدولة العراقية، ما حجم هذا التهديد في الوقت الحاضر؟ هل تشكل تهديدا يعني ملحوظا؟ وكيف ستتطور المعركة مع داعش خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟ تهديد داعش لا زال قائما، لكن التهديد الآن يختلف عن التهديد حينما في 2014 و15. نعم. إلى 17 داعش تحولت من احتلال مناطق وتحرك دولة. نعم. إلى منظمة إرهابية، وكمنظمة إرهابية لا زالت موجودة وتتحرك هنا وهناك، وقامت ببعض العمليات الإرهابية وخاصة في أطراف كركوك. إذن نحتاج إلى عمل مشترك، ونحتاج إلى دعم الدولي، لازلنا نحتاج إلى دعم الدولي لمحاربة داعش. لماذا؟ داعش منظمة دولية، هناك جذور لداعش في سوريا، ولكن هناك داعش في أفريقيا، والآن خراسان كفرع لداعش في أفغانستان موجودة. وأعتقد ما حدث في أفغانستان أعطى إلهام إلى داعش لإعادة فعالياتهم، وبدأوا بفعاليات مختلفة، ولكن بالنتيجة القوات العسكرية العراقية والحشد الشعبي والبيشمركة والشرطة والأمن أخذوا تجربة طويلة في محاربة داعش، وبدعم الدولي نستطيع دحر داعش في العراق. لكن الآن الظروف الانتخابية
مستغلة من قبل داعش للتحرك والقيام ببعض عمليات الإرهاب. هل ستتأثر كثيرا المعركة ضد داعش بانسحاب القوات الأمريكية في نهاية هذا العام؟ القوات القتالية لا نحتاجها في الواقع لمحاربة داعش، نحن نحتاج إلى التدريب، نحتاج إلى الاستشارة سلاح. ونحتاج إلى المعلومات وسلاح. إذن نحن متفقين مع الجانب الأمريكي لهذه المسألة. البنك المركزي العراقي أعلن اليوم عن خطته أو أنه يدعم إنشاء صندوق سيادي لاستخدامه من قبل الأجيال القادمة، خطوة في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد إن تمت، ولكن هل التوقيت مناسب الآن للعراق الذي يئن تحت صعوبات اقتصادية ومالية وبطالة متفشية؟ طبعا هذه الفكرة قديمة، في الواقع أنا حينما كنت وزير المالية أيضا طرحنا هذه الفكرة، لم يتم شيء لأن المسألة لها علاقة بالوفرة المالية. يعني حينما تؤسس لصندوق سيادي وتؤسس صندوق سيادي معناته أنه المال الوفرة المالية اللي عندك ترسل إلى الصندوق، هذا صحيح، أو تباع العقارات الدولة الموجودة، لأن وزارة المالية تملك عقارات الدولة وتملك أراضي الدولة، تباع أراضي الدولة وترسل المال من هذه العقارات إلى الصندوق السيادي أو مسائل أخرى. المهم الفكرة صحيحة، الفكرة صحيحة وواجبة، لكن كيف ومتى هذه تخضع؟ هل الوقت مناسب الآن؟ أعتقد الوضع المالي الآن ووضع الاقتصادي الآن صعب، لكن أنا أحبذ أنه أن يطرح الفكرة الآن وتناقش، وحينما يكون الوقت ملائم ممكن تطبيقها. إنسانيا ووفقا للأمم المتحدة يوجد في العراق 1,200,000 نازح عراقي، وتتوقع الأمم المتحدة أن يستمر هذا النزوح لعدة سنوات في المستقبل. أكثر من 4 ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنسب مختلفة وفقا للأمم المتحدة، من بين هؤلاء يوجد 2,400,000 عراقي في حاجة كبيرة وماسة للمساعدات، كل هذا في بلد نفطي غني بالخيرات. لماذا كل هذه الأرقام؟ هل هي بسبب الفساد الموجود؟ أولا مسألة النزوح ازدادت مع سيطرة داعش على ثلث الأراضي العراقية، فنزح الملايين من البشر وخاصة اتجهوا إلى أقليم كردستان. أنا أذكر أنه حينما كنت هناك وصل حوالي 3 مليون نازح إلى أقليم كردستان. الآن عدد النازحين قلت، العديد من النازحين رجعوا إلى أماكنهم. العودة إلى الأماكن تتطلب أولا استقرار الوضع الأمني، ثانيا إعادة بناء هذه المدن، ثالثا تقديم الخدمات، توفير الخدمات، وهذه كل هذه المسائل تتطلب الوسيلة المالية، الدعم المالي. الدعم المالي العراقي الوضع صحيح دولة نفطية، لكن العراق أيضا خضع لضغط دولي، كان هناك عقوبات على العراق، ولكن العراق ل50 سنة كان في حالة حرب سواء داخلية أو خارجية. حالة الحرب دمر الاقتصاد العراقي، البنى التحتية العراقية كلها مدمرة، وحتى بعد التغيير نتيجة تواجد في البداية القاعدة، بعد ذلك الحرب الطائفية، بعد ذلك الدواعش، كل هذه القتال والحروب دمرت الوضع العراقي. إذن العراق يحتاج إلى وقت لتعافي. سؤال أخير معالي الوزير، داهمنا الوقت، أفغانستان وما يحدث في أفغانستان، كيف ينظر العراق لأحداث أفغانستان وهل لها تأثير على دول عربية مثل العراق؟ نحن قلقين حول الوضع في أفغانستان. أولا قلقين للشعب الأفغاني نفسه ولفئات مختلفة في المجتمع الأفغاني، ولكن قلقين أيضا إذا بقت حركة طالبان تسيطر على كل مفاصل الدولة. نعتقد أنه الشيء الصحيح بالنسبة لأفغانستان أن تكون هناك حكومة تجمع
الكل ممثلي جميع المكونات أو حكومة شاملة أو ائتلافية. وبالإضافة إلى هذا نحن قلقين لتواجد ما تسمى بخراسان، وخراسان فرع داعش في أفغانستان. وحسب معلوماتنا أن هناك حركة من سوريا بين دواعش من سوريا إلى العراق من خلال إيران وصول إلى أفغانستان، فهذه الحركة أيضا تقلقنا. وأنا ما أربط طالبان مع داعش أو مع المنظمات الإرهابية العالمية، ولكن عودة داعش إلى كابول أدى إلى إلهام بعض هذه المنظمات الإرهابية، ونحن لدينا معلومات يعني حول كيفية النقاش في أطر هذه المنظمات الإرهابية بعد ما حدث في كابول. فهم يرون هذه المسألة انتصار على الغرب وانتصار على أمريكا، وبالنتيجة صار هناك إلهام لهم وبدأوا بفعاليات مختلفة، فعاليات إرهابية مختلفة. إذن نحن قلقين حول الوضع في أفغانستان، ونتمنى من جميع الدول ذات العلاقة أن يضغطوا على طالبان لكي تشكل حكومة ائتلافية. وأعتقد إذا بقت أفغانستان بهذا الشكل سوف تؤثر على وضع الدول المحيطة، وتأثير أفغانستان علينا واضح. حينما حاربنا القاعدة وبعد ذلك الدواعش، أكثرية قيادات القاعدة والدواعش كان لهم تدريب في أفغانستان، والكثير منهم كانوا مرتبطين بأفغانستان. إذن أفغانستان تؤثر على حركة الإرهاب في المنطقة. الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية العراق، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الخاص والحصري، وأتمنى لك كل النجاح في جهودك الرامية لإعلاء كلمة العراق في المجتمع الدولي. شكرا جزيلا. شكرا لكم. بالتوفيق إن شاء الله. وكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسيرتنا اليوم. نشكر لكم كرم المتابعة. هذا طلال حاج وفريق الشارع الدبلوماسي في نيويورك ودبي، نستودعكم وحتى الغد وفي نفس الموعد نترككم في أمان الله.